أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. وإن لوطا لمن المرسلين إذ نجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين ثم دمرنا الآخرين. وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون. وإن يونس لمن المرسلين إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحلين فالتغمه الحوت وهو مليم فلولا أنه كان من المسبحين للبس في بطنه إلى يوم يبعثون فنبذناه بالعراء وهو سقيم وأنبتنا عليه شجرة من يقدين وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى حين. بسم الله الرحمن الرحيم. عشر كانوا حوكبلا بنا يا آية دبقل إيا الصدنية السدحات أو سورة الصافات كمدة إلهي سبحانه وتعالى وهو نغسو ورمائي قصص رور أيا ألا نغسو ورمائي قصدي أغضن بيسي وعشر كان أغضن بيسينا إلهي سبحانه وتعالى النبي إلياس أيو نغسو ورمي إلهي وحوله سبحانه وتعالى وحان أغا تغني ددك وحاوي أسغا كدن بيا إلى قيامود أي كغنته فلونا سن أي كبحين أيان سلام وحقين كأها تود إلهي على إلياسين أها تود إلهي نبي إلياس إلهي وحوله مرك سبحانه وتعالى سيدا وحاوي أنو كجازين نبي إلياس ددك محسنين تأيانو كجازينين نبي إلياسنا وحاوي أدوى من كينا مؤمنين تأيوك مذهاي هل كان مركا وحينو كجلي ناقص دي نبي الله لوط إيا وحي مركا سي أساق يقون كيسا كالاقبص دي إلهي حوري سبحانه وتعالى وإن اللوطا لوطا وده إلهي لمن المرسلين كوى لدري أيو كمديهي إذ وقت يوده إلهي سبحانه وتعالى نجيناه آنو كوريني لوط إيا وآله أهل كيسا أجمعين لما أنتو ذا إلا لكن عجوسا عجوسا مويانا يوده إلهي عجوسا ذا سوء في الغابرين كوا باقيغا هانا يدحو ذهاتي ثم دمرنا وان هلاقنو لإلهي الآخرين كوا كلو كفار قومي هايوان هلاقني إلهي حوري سبحانه وتعالى وإن اللوض النبي اللوضو له إلهي سبحانه وتعالى وهبضان أيان مارتيا سومرني نبي الله اللوض يا أنبياء ذا قصصتو ذا سورة الأنبياء يا ميربضان أنك سومرني وهيدونا نقونا إساعة قصة على قصة ويو قصة كورا إسايكو عطفانتهاي إلهي وحوري سبحانه وتعالى وإن اللوضا لوضو لإلهي لمن المرسلين كوى لدري أيو كمديهي رسوش إلهي ورسالة لدري أيو كمديهي نبي الله لوضو لإلهي واذكر سوق الدرماشان واذكر حصو لإلهي سبحانه وتعالى سيدك محمد كهو وأمد هذا أشاك إذ وقت نجيناه آن كريني هو نبي لوضو لإلهي إيا وأهله أهل كيسيو لإلهي أجمعين دمان طور آنو كوريني إلا لكن أيو لإلهي عجوسا عجوسا ذو موياني عجوسا ذا المركة وحوية وحوين تيسي أهل كانوا حال قوضا لبديسي قبلوضا لقوضا أولاد إلهي لبداس قبلوضو سيي هوين تان كافرات دا هو أصيغ كسوهر جيدي أيانا أرد الشي مركي وحوية هلاقي قوملوض أو يميداني أيضا ددكي كدينك إهيدي أيا إلهي لها لاغي وهل كبا إلهي كره يابي نبي اللوض إيا لبديسي قبلوضنه ميش ددك اللوها لاغي واتي أي كتغين وأرض المقدسة أي تغين وحبدان أيا نمارة يقسوين كاسوامرني مركزون إلهي وحال شيكتا إذ وقت نجيناه نبي اللوض أنكوريني إيا وأهله أهل كيسي أهل كيسي لبديسي قبلوض كليوي أهل كوا مرك وحال جسور هبا يا هوانت أجمعين دمان تود أنكوريني إلا لكن عجوسا عجوس ذوم ويان عيود إلهي عجوس خير بشهي هذه أو في الغابرين هو باقي أهانا يدحوا ذا تيدت كعذابك هو باق أهانا تاس وحوي والله جر يا بي عجوس ذا سوحي هذه أو أنتي سي هذه وهي مرك كمد نقول يسي دتك العذاب أيه وحبذنا أنا قرآن كصومر نسيت سورة هود سورة الأنبياء ما ربذنا قرآن كصومر
ثم دمرنا وان هلاقنا الله إلهي سبحانه وتعالى الآخرين كو كلا وان هلاقنا وهي مركز إلا بدي ساس قبلوت كسوهرة اتكلا أره ما يسلم مشيئين وهي هايين ضد آد يادو أخلاقهن أو لواد سمايو دبض إسكفوا لي هايين رقوضو مركز ضد كاس إلهي سبحانه وتعالى واود هلاقي قصدو ذا نسيحوق لأيان أصومرنا ثم دمرنا وان هلاقنا الله الله سبحانه وتعالى الآخرين كوكلا وكفار قومه ويقوم كيسا كفار طوضة وهي أهايو كفار بوض أهايينه كل إلهي سبحانه وتعالى وان هلاقنا الله إله مركة هذا ما لقى الشيء كي يقوم اللوط وحاجرته لمن كي كفار مكاهاي أو نبقين عليه السلام كسو هرجي ذي قارهان قريش إلهي وحوله سبحانه وتعالى وإنكم إذن كيوله إلهي لتمرون واد مريسان عليهم كركوضة ياد مريسان ولذا أسقوم اللوضة ميشي لقوها لاغي آثار تيو لي ميشي كباقعة أياد مريسان أول إلهي مركا صفريسان أهل الشام بعد صفريسان إلا الميشي وحي هذي ودن كان هدى اللي إلهي هذا مارتيا أردن اللي إلهي مارتيا ماشي أسوي أما سجوردن الله المملكة الأردنية الهاشمية ماشي هذا قطالوي للك أسايا وحوية للك قوملود أو جوغ جريء ماشي مركة وحوية مركة مكاية كتغان وللك الشام أي آذايان وأي سي مري جرين قريشوا مري جرت الكاس وهي أركي جرين مركة سي آثارتي هلاقي مركة سي كباغي هذي وهالكاس تي لي أي أركي جرين سيدا ما رتيا لك حانتي لودي لي oo waxa way isku karuuran oo meesha taala iyo waxyaabo markaas muqaala ah oo waxa way baaqay ayaa jiray arintaas markay ilaahi subhanahu wa ta'ala xasuusinaya ayadoo ayagana loogu dhageyelaayo markaas uu dhay ilaahi wa innakum idinku ahlu makkah la tamuruna wa admaraysan alim korkooda wa martiin asartood iyo manaasishoodi markaas safraysan musbixina halatin ku subhaysanaya وقت الصباح وقت مركز سفر كأي شيء سعدان وقت الصباح هي كؤادي جيران ماشي هسي كؤادي جيران معناه حالا قوة أن مالين أياد مري جرتان إذن كو جيدينو وحبا مركز وحول بأركاي مصبحين حالتين كو صبحيسان أيود إلهي سبحانه وتعالى لكن وحالا قوة أن مالين بالا قوة وبالليل أيود إلهي هبين كنواد مري سينود إلهي وبالليل هبين كنواد مرتانود إلهي وهبين إيا مالين هذا سفر كسيدة مركا أي سعد كود ويهي أي مري جيران أو مرنا وحي يكو آذي جيران هبين يكو آذي جيران مرنا مالين يكو آذي جيران أما مالين يا هبين أبا ماشا مركا سيدة للوين وايه أي مركا سي اسكو مري جيران أي دو هبين أهنا وي سعد جيران أي دو مالين وي سعد جيران أفلا تعقلون سو قرم يسينو إله وإدادك اسكو دقي سو قرم يسينو كعب رقا هذا يسينو معاصرة تنهض عاد هيسان يا رسولك إلهي وأتك سهر جديد سو ديم يسين وي إلا أن دتك سو حوي معاصبة يكون لحجران رسولك الله صوت درعيه بينين مرها دي أرنت ساس إلهي سبحانه وتعالى وكد جاي إلا الله نأوساس وهلاقي أدين كان ساس وكلايات في لكرا يسان وي أركز مركا قصوا إن كان واقصص أو مارته مختصراته قصده وحاوق بحنا مركا سنبي لود إلهي حوري سبحانه وتعالى وإن يونس النبي يونس لمن المرسلين كوى الله الدري أيوك مديه واذكر حصول إلهي إذ وقت أبقى أوتغي إلى الفلك دونته أوتغي فلكك المشحون أو لبوحي أوتغي فساهم الدبيدنا أو لقر عيستي فكان الدبيدنا أو هذا من المتحدين هو لغا غالب نغضمتك مدى أو هذا وفلتقمه الدبيدنا أو لقي الحوت ملايك أولقي والحال هو إساونا مليم مثل الدقاري أويه ألقى وحاوية وحانو كقلينا قصد نبي الله يونس يونس إساقنا وحاوية سورة يونس سورة دمو لغمك دري أيابا وحاوية أنو كسو مرني نبي الله يونس وحي مركا سقب صدي نبي يونس وحالي إلى يونس ابن متى أيالي إرهده وحالي إلى وابن العجوسة ليري waxaa dhashay leeyahay hooyo oo ayuu ajuusaa oo warigeed wax dhalin ayay dhashay leeyahay waa hooyadii markaas hadda koor aan Soomaali jirno Nabi Ilyaas uu ku degi jiray ee uu isagteeda isku qari jiray qoonkeeda qoonkiisa oo markaas inay dilaan rabo isaga qari jiray
لح برادة على شجعي أيو أجوجي يونس لمركز وهو هاي ويل يرو مركز الناس كلا نوجينا وهاي وما يونس مركز وهاي مارتيا ولا حي مركزي سيجرتي وهالكاسي كوهيسي مركزي هالكاسي وهلو هذي مركز واحد واحد على الله وحي هاي ساي سيجرت وحنا أمة كيدي جرنالي مركز إلياس أيا وحالي أدعيي مركزا وحوي نبي كان أيا إلهي سبحانه وتعالى أوسيي أيضو مركزي دا وين كوجرتوي بس أجادو دارو أهل السيرة أي كشيغان أي إسكالادا لكادا إنتا سأوى قابسانا إنا مرك يونس وحالي يونس ابن متى يا ليلة لول كان مركزي أو عراقي هاد ماشي وجوج جريو مركزي مقالدا هاد ليلة نينوى هالكاسو مارتيا وجوج جرو قبل كان موصل كتال إلهي سبحانه وتعالى وإن يونس النبي يونس صوت إلهي لمن المرسلين هو لا دري أيوك مديه هذا مرك لا دري وحيابه دعي أي إلهي نوغو رميا وحك مده وذكر حصول إلهي سيدك محمد كاو مداد أشاك إذ وقت أبقى أو تغي هربوي مركاسي أو عرري أما أو دونتي إلى الفلك دونتي أو أتغي فلكي المشعون أو لبوحيي وحبضان عيان صامرنا مركي وحي هذي قون كيس آد آد وقعروا ذي مركي وحوي أي رمي وايين إسلام مركاسنا أو كلها وقت قاس الدين لقار عذابا إذ كسود دقاية مرك عذابك وقت قوية وهي مركو كسود دقواي أيو ماشا سو كتك مركاسو دون كري دونتي مركاسي وحي قشي هير فربضان أيا مركاسا سو ويرالي دونتي لغان دتكاسو أي لهايين أيا جرتو أرنتا سو كالمركي دعضو وحي ليه جرين دونتا وحا كجرة أدون صور دونتي او سيد كيسك صور دونتا كجرة وحانا صور ساريس قرعة وقرعة سجرين مركاسا ننك قرعة سو كل عدو ايا عادة وحا اهد بدا ان لغو طورو ساسا عادة اهدي هول الهي سبحانه وتعالى وطوي شاي مركاسا اساق او اركا يوناك او اساق مركاسي وحاوي نفتيسو او اولا تغي ايا هدنا وحاوي مر لبات ايكاسو وغاتم اذي لبات اذا سلافتر كذا ايا فائدة او اه مركا وحاد اغانيسا الضومنك الهي sida uu doono uu tasaro inuu u tasarufaayo cid walbana waxay garanaysay waxay isa garanayd masalixda ilaahay subhanahu wa ta'ala inuu yaqaano oo ilaahay subhanahu wa ta'ala adoomanka masalixdooda allah subhanahu wa ta'ala ayaa garanaya markaas uu dhay ilaahay subhanahu wa ta'ala id waqti abaqa uu tagayo dhay ilaahay oo haraba weeyo uu qararay ila fulki doonti al mashhuun oo la buuxiyay xusuu dhay ilaahay subhanahu wa ta'ala marka doonti markay istaagtay nimankii sida caadood ahaa jirtay waxay yiraahdeen quraan sameeyneena qoratuur ayaan sameeyayna markaanu sameeynane adoonka waxa weey sayidkiisa ka soo dhuntay ayay ku dhaceysa oo quraadana soo saareysa ka badina badan ku tuureyna doontuna saasay ku dhaqaaqaysa ilaahay wuxuu subhanahu wa ta'ala fasaahama wa la quraaystay ama wa la qoratuurtay qaraa ahla safiinati way doonti dadki saaray ayaa waxa weeye uu la qurcaystay oo markaasii uu la qoray toortay weeye doontan markaa hada masagu markuu aadaayo koray ijtihaad asaga xaqiisa ka yimid ay ahayd maxay yelee wuxuu u maleeynaay haduu dadkan dhex joogo inay dilayaan maxay yelee ayaga dhaqankooda waxay ahayd inay dilaan qofki waxa weeye been lagu arko asaguna waxa weeye cadaaba idinku degaayo u dhahay hadii aad rubay weysaan cadaabkina waqtigii soo ma degid marka hadda laakiin doontaan korida oo koray macsi rabbiisa oo ku caasaa ma aheen sagiire iyo kabiire ba ambiyad ilaahay dambi markaasi macaasi ah sagiire iyo kabiire intaasba waxa weeye macsuumay ka yihiin xabsiga markaasi ilaahay subxaanahu wa ta'ala halkaas uga ga dhigay badnul xuudkane waxa weeye waxyaabihi oo khilaaful awlada ah uu sameeyay ayay ka dhalataa liidi maxay ilaahay waxa uu la ahaday inuu idan iska sugo min allah subxaanahu wa ta'ala sidaas ayaa la leeyahay maqaamka oo anbiyaada saas ayaa lagu taweerinayaa weey marka Allah wuxuu dhahay subhanahu wa ta'ala fasaahama wa la qurcaystow dhahay ilaahay wa la qoratuurtay dadkii ahlu safiinada ahay fa kaana dabeedna wuxuu ahaaday min al mudhaliina huwa laga qaalib noqdo mid kamida ayuu ahaaday oo qurcadi waa looga adkaadayo waxa weeye doonti markaasii qofkii laga tuuraayay oo quraacadii soo saartay ayuu ahaaday
أدايو حبا كما يقانين موقتاي بدأي إساقة طورين وعلى قابطي بدأي لغا طوري ودونتي لغا طوري مركي أيقنا وإساقة دقاقين فالتغمه ديبنا وحا لقيون إلهي الحوت ملايق أيال لقي والحال هو النبي يونسنه مليم مدل الدقاري ويهيو آت بما يلام عليه وحلو الدقال أوليم دي واتقيد بون أو بد إسكتقي يدونت أوكري إذن أسوى مركز إلهي كهي سنو اجتهاد إساق نفتيسا أي مركز إتاه واجتهاد نفتيسا أي كه مركز إلهي وحول سبحانه وتعالى فكان وحو هذا إلهي سبحانه وتعالى من المتحلين كوه لغا قالب نغضمتك مده فالتغمه الدبيدنا وحا لقول إلهي الحوت ملايق أيال لقي والحال هو إساقنا مليم مثل الدقالي ويه arintaas markay dhacday oo waxa weeye malaayigi oo liqay xuudka oo liqay ilaahay wuxuu subhanahu wa ta'ala falawla ma ahateena annahu isaw kana inu ahaday min al musabbihina kuwa tasbiix sada mid kamida oo ilaahay xusa la labisa wa ku nagaalahay fi badnihi xuudka calooshiisa wa ku nagaalahay ila yoom yoom intii laga gaarayo cabsuna dadka laga soo bixinaayo إلهي سبحانه وتعالى مركو هالكاس أو قلي أو وحا وي حوت كاس أو شيس أو قلي إلهي سبحانه وتعالى هدنواك صو صاري أصبابها مركاس وحا وي لوغا صو صاري أيا إلهي نوغو رمي سبحانه وتعالى إلهي حول سبحانه وتعالى فلولا ما أهاتين تاسا أهاتين ولو ذو حرف امتناع الوجود وي فلولا ما أهاتين أيون إلهي أنه إسو كان إنو أهاتي من المسبحين كوا تسبيح سبذا مد كميذا هذا تسبيح ذا ماشان الذاكرين على قوة ذكري على قوة يا تسبيح ذا وحوي سجارة أي مركز أي شرف بدنته إلهي سبحانه وتعالى أيو حسي وح بدنه إلهي حسي إسقو مركز بدن الحوض كجرة مركز الله وحوله سبحانه وتعالى فلولا ما هاتين أنه إسقو كان إنه هذا من المسبحين كوا الله حسه لالا بسوى نقالها يود إلهي هدان تاسو جري لهين في بدنه حوت كعلوشي سأيو كن نقالها إلى يوم يون انت لها قارا يبعصونا ددك لصوب حناي ووحالا قوضا لسارا بدن الحوت قبرا له بالكاس حوت كعلوشي سأيا قبرا نقول هذا إلى يوم القيامة انت لها قارا ساسا مركاسو هالكاسو أوكو أهالها لكن إلهي سبحانه وتعالى أيو حصي واتي مارتي إلهي ميلبضا وغصو ورمي واتودا يألا إلهي إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين واتودا بركي سيداس أولهي أيا إلهي سبحانه وتعالى حوتك على شيسة أيا إلهي سبحانه وتعالى كسوبحي أرين داساد مركي إلهي سبحانه وتعالى وغصو ورمي فنبذناه ونرهدنا وراه ألا وعن كسو رهدنا يون وكسو بحيني حوتك على شيسة فنبذناه وان في نور إلهي بالعراء بنانك أيام كسور الني أرادي وجه جيدا ويقولك الساحل كهيو حيبتها هاي أيال وسور هذي وان بدنا والحال هو إسونا سقيم مدجهن وياه مرك هالكاس حيبتها لكياني ميشينا دول بنانا أيتاي إلهي حوري وان بدنا وان داليني عليه كركي صور إلهي نبي يونس شجرة جيد أيانو كسور داليني أو من يقدين يقدين أهو له إلهي سبحانه وتعالى وهوي بعر ويجيت كان بعر كهو بعر ك بعر عضها الله مرة بيمد كواوينه أو بعر ك أو استقلب تكيسه بعر جدود ك كاسوي أي يقدين كلي إلى هذا سيد هذا مرة تيا اللغة عربت باقي كل يجيت كاسال إلى هذا تفاح هذا إلى هذا لكن تفاح ما هو هوي جيت كاس بعر كاوي إلهي عور سبحانه وتعالى فنبذناه ونسوره دنور إلهي أو وحى لجودا إلهي سبحانه وتعالى حوتك أي إلهي وحوك أمري إنه سوره ده وبنانك أو كانوي أرلا أو متسعوي ووح نبات عن الهين بالعراء بنانك يود إلهي هذا مركا مالنت أو لقي مياه رأو كسوره ده مثل مدبضا أو كجري إم سأيو ماشى كجري تأثرت إلهي باكو علم له سبحانه وتعالى إسلام مالنت يا الله شيئا أما سيدح مالموت كبعد يا الله شيئا أما تضب مالموت أما اللباطن أما أفرتن تاسوحا ويها دي مركز نص أو سنع دينين
وحي أثره اللي سوى قاري مركز أو نص هين خلافي كينا يعني. لكن إلهي سبحانه وتعالى وحو نوع الدين يا إن مركز وحوي بطن الحوت كلا قسوب هي ولك الله وحوه سبحانه وتعالى فنبذناه ونسوره نور إلهي نبي يونس بالعراء بنانك أيام كسوره نور إلهي بوجه الأرض وهي مركز وساحلك والحال هو يسونه سقيم مجرن ويه عليل وهي مركز أو مارتيا توردرا أو شمبر هذا وحوي هو لقب حيي وكنت لقب حيو شمبرت مركي وحوي وكمان أي دشاء وكمان كاسا كبعد الباك صوصارتا شمبر مركز وحوي وكمان كي المي كصوصاري المي أو سدا صه أفراخ الإله أو مركز هذا مركز بول كل صور دقي سا صو كلوي أسرع سدا صو كلا إلا وحوي كيم دقي حيوان مركز علوش يسيو كيم دقي ما شاءنا إلهي سبحانه وتعالى حبس أيوة النجاي يا إلهي سبحانه وتعالى كمتها من باب حسنات الأبرار سيئات المقربين إلهي سبحانه وتعالى أيها ما شاء ساق حب السيو وحيابها مركز تأويل اجتهاد كأسمي أي اللود ديداي مركزون يا الله وأنبضنا وحنا كصور لنا عليه كركيز ما دام وحوي قرحة إياه وحيابها سيدي بيان شجرة تنجد أيان كصور لنا إلهي أو من يقدين تفاحه وحان وحنا إلى إمارة يا بعرة هي القرع وهي مركز جيت كقرع اللي يراهدو واسد هذا مركز هذا أن لو يقانو إمارة يا بعركة أو وين وهي مركزه بعر جدود كلي يراهدو بعر كاس وهي بعر عضها ما أهنا ميت كوا وين وهي أو مركزه ما راح كبر حاصوق ده يالو وحوي أسرع نلفت كيس على استعماله جيت ديس جيت كيس واي جيت كاس مركز عادي سو حيتاي لول كأيو كفافة لكن إلهي أصدقه كراميناي نبي الله يونس وحال لو سميه ساق أيا لو سميه جيدي سيداسي هذي كر أيي أدي مركاسي على من كيدي أيي مركاسي كهريسي وهالكاسو مركاسو حوي هرقو كهلي سيدا عددي هذا أيا لقبت دلي إلا إلهي باد دون سبحانه وتعالى إنه وحوقبته مركا بالكاس قرعيقا أو بعركا أيا مركاسا ساس لغاليقي waa markaas hadda loo khasiisay leeyir yaqdiinkan waxa weey hooskiis aad iyo aad u qabuu yahay hadana taabashadiisu wax dhibaato ma laho jirka dow taabto waa jilicsan yahay weey waana caleema badan yahay isla markaas waxa weey duqsigu hadana ma korkoraa leeyir oo wax maartay geed duqsigu oo saas u korkoray ma asagana waxa weey duqsiga iyo waxyaabahaas inay ku soo degtaan ayaa la diidaya Allah wuxuu dhahay subhanahu wa ta'ala arintaas markay dhacday oo meeshii markaa hisaas Ilaahay subhanahu wa ta'ala geedkaas uu hareeyay meeshaas lagu baaniyay ka bacdi ayaa markaas qoonkiisii loo celiyay markaa arintaas mucjisay u ahaday waxa kala la sheegaa waxa uu ma jiraa leeyay bahashadan wacalada ah oo waxa weeye dabataagta amba eelada ayaa uu ma jirtay subax iyo galab markaas uu caan ka cabi jiray ila markaas waxa weeye uu ka xoogaysto maartay eeladaas caanaheeda ayuu cabi jiray ama saawsh ama daba taagtay sidii loo yaqaan Allah wuxuu dhahay subhanahu wa ta'ala wa arsalnahu wa antirnahu ilaahi subhanahu wa ta'ala ila 100,000 boqol kun dad gaaraya oo amba sayasiiduna wax ka siyaada ah marka hada diridaanu markaas in rasuul laga dhigaayo ma waxa way asagoo rasuulkiisa ah ayaa laga wadaa ayaa qoonkiisa loo celiyay أو أرسلناه وحوي بعد ذلك كقبله وي سو مركه روا رسول أهاي أيا لوع الشيء فون كيس أو مش لأني نوا جوجة أو هذا وحوي دول كان عراق وي دول كأنبياء ذا هي رسالة ذا هي دعوة ذا هي دول بركة يسوي دول كاسو لكن وحوي ونباتوين أيا إسخجرة مركا ودول قيمة بدن وي وأنبياء إلهي وح بدن هذا حتى يكدوا جيهن سيد النبي هودي النبي صالح يو أنبياء بدن أيار لوكاس جوج جرتي هي ضد بدنو الصحابة هي ضد بدنو صالحينها آدي آد مارتيا وأرلع عجيبة وي مركب ماشان ليرادو مجالدة ليران نوا أي جوجين أو قبل كان موصل كتر سنة أي هذا ضد قالك سي جوجين مركب الله وحده وأرسلناه وانودرني إلى 100,000 بقول كن أيان أودرني أو أمس يزيدون وحك زيادة
أما بقولي لباتنا يا بقولي صدق بقولي تضبط الله كعلمه بقول كن يزيادة أنضده وي فآمنوا ويخمينا وله إلهي مركي رواية مركي عذابك أي أركان أو كرك الله صوص على وي واتنقصوا مرجنا سورة يونس إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا واتنقصوا إلهي نسوليه جريو سورة يونس أنقصوا مرجنا فمتعناهما أرى حين وله إلهي إلى حين وقت انت لا جاري فمتعناهما معناه حوي وان باقي يا نوي أيق ومال كود يوحود كتما تعاية إلى حين وقت انت لا جرى جشود يكد ما هيس وعذابك مركزي مركي إلهي أصان نقدين سبحانه وتعالى إلهي وانو ككرنا يا نوله فما تعناهما أرها حين وله إلهي إلى حين وقت انت لا جرى جشود يكد ما هيس مرك عشر كين انت سوك يجي هاي والله سبحانه وتعالى أعلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.